المشكل في الجزائر هو مشكل الشهاده البكالوريا الدكتوراه، لكن هو يخرج فارغ. لا، اليوم اذا كان هذا الانسان لقيناه كراك في الرياضيات، معليش ما جابش البكالوريا، لكن نبقى نتبعوا مدير المؤسسه ولا الاستاذ راهو مسؤول، عنده مسؤوليه اخلاقيه. الناس تاع الرياضيات ولا الناس تاع التكنولوجيا، الناس تاع الفيزياء، الناس تاع الكيمياء، يعني نديرهم في حاضنات اعمال، نديرهم في اكاديميات. اليوم كاين حتى اكاديميات الرياضيات، وتركه فيما يحب وخليه يعطيك، خليه يخترع لك. هذا الشيء اللي ناقص، ونخرجوا من لازون دو كونفور هذه تاع الاسره الجزائريه. يجب ان تخرج وليدها طبيب ولا مهندس ولا يدخل الى مؤسسه الدوله باش يعمل. وحتى بالنسبه لمؤسسه الدوله، ربما حتى في هذه العائله ما تشجعش، يعني لو يشوفك الوالد تحاول في امور فريلانس ولا شوف مولود للاسف يقول لك خليك منها وروح وشوف لك خدمه في شركه وطنيه. حتى بالنسبه للمناصب الموجوده في الدوله، نهضروا بلغه الارقام، 3 ملايين جزائري فاصل 5، 3 ملايين ونص اللي يعملون في الشركات العموميه، وهنالك تخمه، وكاين 7 ملايين جزائري اللي يمشي في القطاع الخاص. فهذا 7 ملايين لو كان نشجعوهم، لو كان كل واحد من هذو 7 ملايين يقدر نشجعوه باش نمولوه ونرافقوه باش يدير مؤسسه، رانا على الاقل نخرجوا مليون مؤسسه جديده اللي تساهم في بناء الاقتصاد. جيد.